لشهداء 25 يناير، تحية للشهداء من سنة 48 لغاية 25 يناير، لغاية الشهداء اللي وقعوا في مديرية أمن القاهرة امبارح. واحنا على فكرة ناسيين حاجة، على فكرة أنا كنت هعمل لهم غنوة جميلة وما زلت هعمل غنوة لستات مصر اللي هم فعلا وقفوا معانا وقفة رجالة، وقفوا مع الجيش المصري ووقفوا مع الشعب المصري، لأن هم النسيج، هم دول اللي خلفونا، هم دول اللي ولدونا، هم دول اللي ربونا. طيارة الجيش المصري